في اسطنبول فطار تستاجي محمود معروفة دي. يلا بينا. دي أغرب أكلة هتاكلها في تركيا. مكوناتها سهلة وبسيطة، بيض وسجق، وفي الآخر يطلع لك السندويتش الرايق قوي ده عند واحد اسمه تستاجي محمود. قابلت أصدقائي. هلو، هاي هاي. لا أنا تستاجي محمود. هنعمل إيه طيب؟ هنعمل إيه؟ خش نديله. لبسنا الجوانتي، اديني يا باشا الإبرون. جهزنا ولبسنا واستعدينا، أكشن من نوع تاني. يلا بينا. نزلنا بالزبدة وسيحناها، بعد كده السجق وشوحناه ودوسنا عليه قوي. نزلنا بالسجق وعمالين بقى ايه نحمر فيه ونشوح في السجق. قطعناه شوية ده يعني بندوس عليه شوية برضو عشان ايه يتفرد معانا، خد التحميرة وبعد كده ننزل بالبيض. لا لا، اجواء عالمية، كلام تاني، شغل تاني. اطلع لي كرتونة البيض بسرعة. بدأنا سباق تكسير البيض، وبصوا الروقان والجمال. مفيش كلام، جه وقت الاكشن وهننزل بالبداعة دي كلها على البيض. يلا بسم الله. اقول ايه؟ مفيش كلام بعد الكلام. يلا يا باشا بسم الله. نزلنا بالعيش. ارفع بسم الله. هوب هوب هوب. ولع الدنيا يا معلم. بص الكلام، مفيش كلام بعد الكلام والله. لازم تجوان. احلى لقطه في الساندويتش هي دي، لازم تخليه يعملها لك. سيحنا الجبنه وانزل ووريني. هوبا غاية في الجمال. حلو. شوك جزال. كان نفسي اصوره لكم قبل ما اعده كده، بس بجد سندوتش رهيب 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 يا جدعان. لازم تيجوا هنا لما تيجوا اسطنبول. حبيبي